بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحبائي طلاب الصف الثاني الابتدائي، طيب الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في درس جديد من دروس مادة الرياضيات. درسنا اليوم بعنوان ضرب العدد في نفس. تذكر معز الطالب، عندي كم عدد المجموعات؟ عندي مجموعتين، هما كم عدد المجموعات الموجودة عندي؟ عندي مجموعتين، كل مجموعة فيها كام نجمة؟ اتنين. يبقى أنا عندي كام عدد المجموعات؟ كم عدد العناصر في المجموعة الواحدة؟ اتنين. طيب نكتب عبارة الضرب بالمناسبة، تبقى عبارة عن إيه؟ عن اتنين ضرب اتنين الناتج يساوي أربعة. طيب ما عدد كل البالونات؟ عندي ثلاث متعلمات، كل واحدة منهم معاها ثلاث بالونات، فاطمة وزينب وعائشة. عايزين نكتب عبارة الضرب بالمناسبة، يبقى أنا هنقول إن فاطمة معاها ثلاث بالونات وزينب معاها ثلاثة، نجمعهم مع بعض ونكتب عبارة الضرب اللي هي عبارة عن ثلاثة ضرب ثلاثة، الناتج هيكون تسعة. يبقى عدد كل البالونات 3 ضرب 3 تساوي 9. لاحظ معايا عزيزي الطالب المثال التالي، عبر عن عدد الكل بعبارة ضرب ايه مناسبة. طبعا انا عندي اربع مجموعات، وقبل ما اشتغل الاربع مجموعات تعال بص معايا الخطوات الحل اللي في اي مسألة هتجيلي من نفس النوع نحلها كيف. اول حاجة بنحوط كل مجموعة او كل ايه او كل صف. طبعا عندي كم مجموعة؟ واحد اتنين تلاتة أربعة مجاميع. بعد كده أبطال بنعمل إيه؟ بنكتب عدد المجموعات أو عدد إيه؟ الصفوف. كتبنا عدد المجموعات، بعد كده بنعد العناصر في كل صف أو كل مجموعة بحيث نقول إيه؟ نشوف هيطلع معانا إيه؟ يبقى أنا عندي كل مجموعة فيها كام؟ فيها أربعة، يبقى أربعة ضرب كام يا أبطال؟ أربعة، بعد كده هنعدهم كلهم مع بعضهم أو نضربهم في بعض هتساوي 16. عبر عن عدد الكل بعبارة ضرب مناسبة. طبعا عندي تلات ايه؟ تلات مجموعات، كل مجموعة فيها كام يا ابطال؟ ايوة فيها تلاتة، يبقى اذا هكتب عدد المجموعات الاول تلاتة، مجموعة فيها تلاتة يبقى تلاتة ضرب كام؟ تلاتة، ونعد الكل الناتج هيساوي تسعة. مثال اخر، طبعا عندي كم مجموعة من العلب؟ نعد واحد اتنين تلاتة اربعة كام؟ خمسة، يبقى دي واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة، دول خمس مجموعات. تعالى أشوف الصفة الواحدة أو العمود الواحد فيه كام؟ فيه كام علبة؟ يبقى دي واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة، يبقى عندي خمس مجموعات، في كام ضرب كام؟ ضرب خمسة، يبقى خمسة ضرب كام؟ ضرب خمسة، الناتج هيساوي خمسة وعشرين. مثال آخر، عن طبعا زوجات من الحليب في محطوط في كرتون، شوف كام انت كام عمود موجود معايا او كام مجموعة موجودة. لو لاحظت ادي واحد اتنين تلاتة اربعة مجاميع، المجموعة الواحدة فيها كام؟ فيها اربعة، يبقى اذا اربعة ضرب اربعة الناتج هيساوي 16. ننتقل عايز الطالب الى درس جديد، وهو درس بعنوان الضرب افقيا ورأسيا. تعلم، عندي في طريقتين الضرب، في طريقة افقية وفي الضرب بالطريقة الرأسية. طيب الطريقة الافقية ازاي؟ انا عندي مثلا كم مجموعة عندي من المكعبات؟ عندي ثلاث مجاميع، المجموعة فيها كم؟ فيها خمسة، يبقى ثلاثة ضرب خمسة. احنا قلنا ان الثلاثة دي اللي هي عدد الايه؟ المجموعات، والخمسة اللي هي عدد العناصر في المجموعة الواحدة، وال15 هو عدد الكل او عدد كل العناصر او ناتج الضرب. طيب بالطريقة الرأسية بكتب ثلاثة ضرب خمسة، يبقى العناصر في عدد المجموعات سواء كام؟ 15.
عدد المجموعات، عدد العناصر، سواء كانت فوق أو تحت الاتنين مفيش اختلاف. يبقى إذا عدد العناصر في المجموعة الواحدة قلنا 5، وعدد المجموعات 3، والناتج كام؟ 15. أوجد الناتج في كل ما يأتي. عندي 3 مجموعات في كل منها 2 من الأحذية، يبقى أنا عندي المجموعات كام؟ 3، كل واحدة فيها 2، مجموعة فيها 2، يبقى إذا 3 ضرب 2 هتساوي كام يا أبطال؟ 6. دي طريقة أفقية. تعرف الطريقة الرأسية اللي هم فوق، واحد فوق واحد تحت، سواء كان الاتنين فوق أو التلاتة تحت، بس تعرف إن ده له اسم، كان عدد المجموعات أو عدد العناصر، تكتبهم تحت بعض، دي اسمها طريقة رأسية. يبقى الناتج هيساوي كام؟ 2 ضرب 3 الناتج هيساوي 6. مثال آخر، أنا عندي 3 صفوف أهمت، صفة طبعا كل صفة فيها 6، يبقى إذا نقول إيه؟ 3 ده كام؟ ضرب 6، اللي هو هيتساوي لو عدينهم كلهم هيطلع 18. وبعدين عندي لو كتبنا إن عدد العناصر 6 ضرب 3 هتساوي 18. عندي 4 صفوف من النجوم في كل منها 3، يبقى انا عندي، هو حدد هنا ان عندي 4 صفوف في كل صفه فيها كام؟ فيها 3، لو جمعناهم مع بعض او عدناهم مع بعض هتساوي 12. يبقى انا عندي 4 ضرب 3 عشان عدد الصفوف هتساوي 12. لو عملناها بالطريقه الرأسيه يبقى انا عندي الثلاثه فوق والاربعه تحت هتساوي ضربهم، حاصل ضربهم يساوي 12. مثال اخر، عندي 2 مجموعه في كل منها 7 كرات، نكتب عبارة الضرب المناسبة. يبقى عندي 2 ضرب 7، طبعا بعد ما نعد الكور كلها هيطلع كام؟ 14. نكتب بالطريقة الرأسية، يبقى 7 ضرب 2 هتساوي 14. إلى هنا أحبائي نكون قد أنهينا درسنا لهذا اليوم. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.